مرحبا بكم اخواني اخواتي في طريق مولاي ادريس زرهون، منظر رائع وجميل جدا. الان احنا في الدخله ديال مولاي ادريس زرهون، هو اللي كيبان راه امامنا، ولكن ما ندخلوش لمولاي ادريس، نحاولوا نكملوا على الطريق في اتجاه جماعه القرويه زكوطه. وفي نفس الوقت نحاولوا ندوزوا على الموقع الاثري وليلي، اللي ما عمرو سبق له جا مولاي ادريس زرهون ولا وليلي. احنا الان عنده زوم القرب ديال وليلي. ها هي الان امامكم وليلي، راه كتبان من هنا، وعتكون اقرب اكثر هي من عنده زوم حداه ان شاء الله. منظر رائع جدا. إذن بكل صراحة هذه مناطق تستحق الزيارة، ولكن ولاد البلاد ومغاربة وما عمرهم سبق لهم أنهم اكتشفوا هذه المنطقة هذه. إذن ها مولاي ادريس هو كيبان أمامنا. هذا مولاي ادريس زرهون اللي في النواحي ديال مدينة مكناس. اذا هنا على يدينا اليمين كاين المدخل ديال مولاي ادريس زرهون. حنا غنكملوا الطريق مرورا من الموقع الاثري وليلي اتجاه جماعه القرويه زكوطه تابعه ترابيا لاقليم سيدي قاسم. صغر جوان الالمنيوم. هنا المدخل ديال وليلي. دابا كلشي انتيرا ديالك. انتيرا لا فك. نعم.
ولا